السياسي والكاتب الكبير الاستاذ جمال اسعد. استاذ جمال اهلا بيك. يا استاذ وائل، ازيك؟ اهلا بيك استاذ جمال. استاذ جمال، كيف نتعامل مع هذه الازمات التي يعني بدت في المشهد يعني وكاننا امام خطاب طائفي في مواجهه خطاب طائفي، وكاننا في امام موقفين، يعني هناك من يحاول ان يرفع شعار واسلاماه في التعامل مع قضية القمص مكاري يونان، وهناك من يرفع شعار الانتصار للمسيح والكنيسة والصليب في مواجهة ما قاله الشيخ سالم عبد الجليل. كيف تتعامل مع الأزمة؟ هذه هي القضية الأساسية التي تحدثت عنها في البداية، وهي الكراهية ورد الآخر. القضية هي قضية تصحيح الفكر الديني وقبول الآخر. وأنا دائما لا أقول الخطاب الديني، الخطاب الديني هو الوسيلة التي من خلالها نوصل الفكر الديني، والفكر الديني هو تفسير البشر للنص الديني، تفسير البشر إنساني يقبل الصواب والخطأ، ولذلك نرى القرآن واحد والإنجيل واحد، ولكن هناك بناء على ذات التفسير والاجتهاد والتأويل، سنة وشيعة وبروتستانت وكاثوليك وارثوذكسي إلى آخر هذا الكلام. إذن القضية هي قضية أن كل صاحب دين يؤمن أنه دينه الحق، وأنه معتقد الحق، وأنه سينال الآخرة، وهذا حقه لا مناص في ذلك. ولكن يجب أن يضع في الاعتبار، طالما يعتبر أن هذا حقه لابد أن يعطي الآخر الحق في أن يؤمن بأن دينه هو الحق وأنه سينال الآخرة أيضا، ولكن لا يتصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة دون سواه، وأنه هو الذي ضمن الجنة دون غيره. قبول الآخر هنا بيأتي من فكر ديني غير صحيح. هل الديانات تختلف؟ نعم الديانات تختلف. طب هل أراد الله ذلك؟ بالتأكيد أراد الله ذلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، من ليس له ناموس هم ناموس أنفسهم. طب إذا كانت الأديان بتختلف، والخلاف يعني أنني لا أؤمن بما تؤمن به وأنت كذلك، يمكن لغويا نقول أن أنا كافر بما تؤمن به وأنت كافر بما نؤمن به، ولكن حاد وعدم الإيمان بالله. فإذا كانت هناك اختلاف في الأديان في العقائد وفي الطقوس وفي الصلاة إلى آخره، ولكن كلنا نؤمن بالإله الواحد وهو الجوهر الأساسي للأديان، إذن الفكر الديني الذي يقتصر على ذاته، اليهود هم شعب الله المختار، المسيحيون من لم يعتمد بالماء والروح لن ينال ملكوت السماوات، المسلمون هم خير أمة أخرجت للناس. يا سيدي ماشي، هذا حقك كيهودي وكمسيحي وكمسلم، ولكن أيضا من حق الآخر أن يؤمن بهذا. هذه واحد. الثانية، وأنا من زمان طبعا واحد كتب سنة 92 قلت اتكلمت في فكر متكامل عن ما يسمى المناخ الطائفي. هناك أسباب تمد المناخ الطائفي فتخلق مناخا طائفيا، هذا المناخ لأننا تركناه تراكم عبر السنوات تحول إلى فرض طائفي مسلم مسيحي. أنا كمسيحي لابد أن أقف مع المسيحية، لابد أن أقف وراء أبونا مكاري، ولابد أن أدافع عنه. أنا كمسلم لابد أن أبرر كل التصرفات، ولازم أقف وراء سالم عبد الجليل، وأبرر كمان برهامي وما يقوله وما من احتكار وتحقير للمسيحية. إذن القضية هي قضية التخندق وراء فكرة تعتبر أنها لا تدور غير فكرة غيرها. هل كل واحد بيضمن ان هو هيروح الجنة وغيره هيروح النار؟ يا سيد اضمن براحتك، انت اسعى الى هذه الجنة، وانت اسعى الى السماء، وخليك مشغول بدخولك انت الجنة، مش مشغول بدخول الغير. يعني هنا يا استاذ وائل، ممكن قضية ناقشناها زمان في الحقيقة كثيرا يا استاذ وائل بالمناسبة، يعني اولا أنا لا يعني أحبذ بعد، يعني طبعا قلت رأيي في موضوع سالم عبد الجليل، وقلت رأيي في موضوع أبونا مكاري، وأنا متفق أن كلاهما أخطأ. لماذا؟ من منطلق سياسي، أنا لا مع مسلمين ولا مع مسيحيين، أنا سياسي مع هذا الوطن وسلامة هذا الوطن. أي كلام سواء ديني أو سياسي أو أي نوع يمثل وجهات كراهية وبغض مع الشعب بين الشعب
هو مثل خطورة على سلامة الوطن. الكلام اللي قاله الشيخ سالم عبد الجليل دينيا صح عقديا صح، ولكن هو يسيء إلى الآخر بما يزدري شعور الآخر، بلاش ازدراء الدين. الكلام اللي بيقوله أبونا مكاري يقصد أو لا يقصد، وهو كلام مكرر تاريخيا، نحن أصل البلد إلى آخر ذا الكلام، كلام طالما أثار الرأي العام والآن نجد حرب طائفية تمثل خطورة حقيقية في السوشيال ميديا، مش ممكن، مش ممكن يكون هذا الكلام الذي نصل إليه. المسلم يشتم في المسيحية والمسيح يشتم في الإسلام، مش ممكن، لا هذا لا حوار ولا وطن، ولا نستطيع أن نعيش ولا نتعايش. ده كلام خطير حقيقي. هنا أنا لا أركز على أبونا أو الشيخ ما قال هذا وما قال ذاك، ولكن أركز على أي كلام من أي شخص أيا كان وضعه وأيا كان مقامه يمثل خطورة على وحدة هذا الوطن وعلى سلام الاجتماعي يحاكم قانونا. ولست مع ازدراء الأديان. والدكتور سمير خف يا دكتور سمير، أنت كمحامي محترم أكبر من أن يعني شغلانتك حكاية ازدراء أديان ازدراء أديان ازدراء أديان فنانين ومفكرين ورجال دين إلى آخر ذا الكلام. هناك قانون عام في قانون جنائي، من يبص الكراهية، من يبص البغضاء، من يمثل تهديد لسلامة الوطن يحاكم بالقانون الجنائي. أبونا الشيخ فلان فلان إلى آخر ذا الكلام، هذا هو الأساس. ويجب أن نركز على تصحيح الفكر الديني وقبول الآخر. نختلف يا سادة في الأديان ولكن نعبد الإله الواحد، نختلف في الأديان ولكن نكرم الإنسان. الله خلق الإنسان قبل الأديان، أراد بالقيم الإنسانية قبل الأديان. لا يمكن الله الذي خلق الإنسان وأراد بالقيم أن تأتي الأديان لتسيء إلى الإنسان وتسقط القيم. بشكرك أستاذ جمال.